وصلنا لمحطتنا الختامية لليوم أريد. ومسك الختام مع فن بيخطف الأنظار ببساطته، فالكادر بيثبت الزمن للحظة، وضمن هالإطار بتاخدك الملامح يلي بتلتقطها عدسة الفنان الفوتوغرافي، وكيف إذا كانت هالعدسة عم تلتقط نجوم. رح نحكي أكثر عن التصوير الفوتوغرافي مع المصور رودولف خشيفاتي. يسعد صباحك رودولف. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. يسعد صباحك. أهلا يسعد صباحكم صباح الجمهور. رودولف، بالبداية خلينا نتعرف أكثر على مشوارك، كيف فتت لعالم التصوير لحتى وصلت يمكن لهالمكانة الاحترافية بالعمل؟ هلا فتت لعالم التصوير هي بلشت يعني بسن ال 15 16 تقريبا، كانت هواية فتم هذا الشيء محفزني ل دخلت على الجامعة وخلصت، درست فنون جميلة، تخرجت، عملت ستاج بالفوتوغرافي. كان بداية المشوار الحقيقية والفعلية هي من بعد الجامعة، يعني بدك تقولي من بعد سنة 2002 اكتملت عندي الفكرة كاملة. عرفت كيف أعمل إدارة للمشروع تبعي، كيف لازم أشتغل، سقف حالي، كيف غير طريقة تفكيري، أشتغل على البروجيكت أكثر صح، يعني أقدم الصورة بطريقة أصح وبروفيشنال أكثر. رودولف، شو العناصر الأساسية لازم تتواجد وبتكون تتوفر بالصورة، وكيف بيتميز المصور الفوتوغرافي عن غيره من المصورين؟ هلأ برأيي هي مو عناصر أساسية قد ما هي إنه كل مصور، كل فوتوغرافر عنده تكنيك خاص فيه. هذا التكنيك هو اللي بيعطي طابع الخصوصية على كل الصور اللي بيصورها، وهذا التكنيك بالأخير هو نابع من الإحساس والباشن تبعه، الكرياتيفيتي تبعه. فهيك بتلاقي فيه تفاوت، كل مصور عن الثاني له طابع خاص في هاي الخصوصية اللي هي ما في شيء معين، يعني هي خصوصية انت تحسي فيها بتطلع على، خلينا نقول مثل الطبخ مثلا، انه نفس نفس، يعني كل واحد له نفسه. ايه لانه هي الصوره انت عم تحطي الباشن تبعك بالصوره بالضبط. تماما. يعني نحن معنا مجموعه من الصور هلا رح نعرضها لمجموعه من الاشخاص. انت يمكن اشتغلت مع عده اشخاص، مع نجوم، مع فنانين، مع رجال اعمال وغيرهم، وصورت العديد من الاشخاص. خلينا نعرف يعني هو مين بيضيف للثاني، هل هو المصور بيضيف للشخص اللي عم يصوره، او الشخص هو بيضيف للصورة؟ هلا هي تقريبا انه علاقة متكاملة، بس انا برأيي مثلا يعني بتصور انه السياسي او الفنان او صاحب الايمج لما بده لازم يختار مصور، يختاره على اساس الاكسبيرينس تبعه، على اساس الكرياتيفيتي، قديش هو المصور قادر يفهم الكونسبت، وقديش قادر يخدم الايمج اللي هو طالبه الكلاينت. يعني مثلا انا لما بيجي حدا بده يتصور عندي، فنان سياسي، يعني بقول له اخي انا هلا الرئيس، اعطيني هدول الساعه ونص تبعي، انا الليدر تبعك هلا، بعد هالساعه ونص انت اطلع وخذ البوزيشن تبعك. لانه برايي انه المصور اذا ما عطى فنه، ما عطى الباشن تبعه، الكرياتيفيتي، الشيء اللي براسه، لا بيشتغل تكنسيان ساعتها، مانو كرياتيف. قديش ممكن الشخصية بتعكس كمان على الصورة، وكل شخصية يمكن لها نمط معين، وكل شخصية بيلبق لها صورة معينة؟ هلا هاي بتندرس قبل البروجكت او الفوتو سيشن. فنحن بيجي في عندك عدة شغلات بتدرسيها، ملامح الشخصية، شو الايمج اللي انت، المسج اللي بدك تقدميه للاودينس، للمشاهدين من خلال هالصوره. عن طريق هاي القصه بينبنى اللوك، بينبنى الصوره، الايمج كلياتها. يعني فن التصوير عم يتطور يوم بعد يوم بشكل كتير كبير، كاميرات جديدة، حتى الشغل على الصورة عم يصير بشكل مختلف. اليوم هذا التطور قديش لازم كمان المصور يتابعه ويكون معه لحظة بلحظة؟ هلا هذا التطور كتير خدم المصورين الحقيقه. يعني انت بالاول انك حتى تصوري صوره وتعرضيها، يعني كتير ظهر اسماء ما كانت ظاهره، حتى تصوري صوره وتعرضيها او تنزليها بمجله، فالمجله ما كانت تاخذ اي حدا. فهلا مصور بيطلع بيصور صوره،
بينزلها على الانترنت، بيكون عنده فيورز كتير، بيشوفوها ناس كتير. فالتطور كتير خدم هالدومين يعني. أنا بلاقي لوين كمان هالموهبة ممكن توصل؟ شو حدودها؟ وهل ممكن على المصور أنه يستمد كل طاقته وابتكاراته ممكن من الأجواء اللي حواليه، من الطبيعة وأيضا من الشخصيات؟ يعني في تطور وحد معين لهالموهبة؟ هلا ما بظن. انا يعني فن التصوير بالذات، انت كل ما بعدتي بالحدود تبعه كل ما تبحرتي بحدود ابعد، وخصوصي هلا يعني انت حتى تتميزي وتبقي فوتوغرافر بروفيشنال. هلا كثير التصوير يعني معروض بقوه على الانترنت يعني. هلا صار مين ما كان بيصور، حتى بالنيوز بالاعلام، انه صار فيك تصوري صوره بموبايلك وتنعرض على التي في. فانت حتى تكوني فوتوغرافر مميز وبروفيشنال مفروض تتعبي، تقري، تفكري كثير، تتثقفي، لانه الفوتوغرافي ما انه انت بس عرفتي هي الكاميرا شو اعداداتها، هو ثقافي يعني. انت مفروض تنمي فكريا لحتى بالاخير تعطي صوره احترافيه مميزه عن الناس الثانيه. اضافه طبعا للموهبه، قبل شوي قلت انه التطور خدم المصورين، طيب كمان بنفس الوقت ما فينا نعتبر انه هو ظلم مصورين محترفين على الساحه موجودين؟ لا لا، انا ما بلاقي ظلم، لانه انت رح اقول لك شغله، في ناس كثير موهوبين بس في ناس ما طوروا موهبتهم. يعني اللي بيطور موهبته بيظهر، بس اللي ما بيطور موهبته أكيد بده يتم بالصفوف الورانية. يعني اليوم الفوتوغرافرز السوريين وين موجودين إذا فينا نقول عالميا، أو وين متواجدين على الخارطة العالمية؟ الحقيقة أنه يعني في شغلة، أنه الفوتوغرافر السوريين أو يعني كمان بالوطن العربي بعكس ما الناس بتتصور، هن إلهم كتير مستوى متقدم بعالم التصوير. وفي ناس بتيجي من برا بتعمل ادفرتايزنج هون، في ناس سوريين برا بيشتغلوا إلهم أسماءهم وإلهم البوزيشن تبعهم. ونحن بالأساس يعني سوريا يعني هي بتعرفي أنت بلد حرفي، بلد إبداعي يعني، بتصدر ناس عندهم كرياتيفيتي عالي. ففي يعني نحن بمستوى متقدم جدا، حتى عم يكون لهم بصمه عالميه. طبعا في بصمه ومستوى، ما عم اقول لك مستواهم متقدم، ولهم بصمتهم ولهم رؤيتهم وبينرفع الراس فيهم. اكيد بينرفع الراس بكل السوريين بكل المجالات. كل المجالات طبعا. رودولف، يعني شو هي الاجواء يلي بتساعد المصور على انه هو يثبت حاله بشكل اكبر، ينجح بشكل اكبر؟ هو لشو محتاج؟ شو هي ادوات المصور للنجاح؟ هلا الاجواء هي بتبلش يعني الاهل بالبيت، جو الاهل جو البيت بينمي لك موهبه. بس انت الثقافه اللي بتاخديها، ثقافتك اللي بتاخديها من الحياه، تعبك شغلك اجتهادك على ثقافتك اجتهادك على شغلك هو اللي بيوديكي بمحلات بعيده بهذا الدومين. دائما هذا يعني انت السند تبعك هو ثقافتك، اجتهادك، تفكيرك، هو اللي بيوديكي على أماكن متقدمة. مثل ما قلنا هلأ في ناس كتير موهوبين بسوريا، بس في ناس ما طورت موهبتها فبيتموا. رودولف، لكل حد عم يتابعنا هلأ وبيهتم بالصور وأكيد يكون ضمن جلسات تصوير، كيف بتكون جلسة التصوير ناجحة؟ جلسة التصوير ناجحة، شوفي هلأ التصوير شيء بده جهد. لتوصلي بالتصوير، لتوصلي تطالعي شيء اللي براسك بده كتير افور، بده كونستراسيون. هلا كيف انا فوكس بحكي لك، بس كيف الناس ما بعرف. يعني انا وقت التصوير بخلق علاقه مع الشخص اللي بصوره، بخلق محبه، بخلق كره، بخلق اي شيء يعني. مفروض اتحد انا وياه كتله كيميائيه واحده، عرفتي شلون؟ لانه بالاخر هي صوره مانا فيديو وفي مونتاج، هي صوره مفروض تطلع سترايكينج ايمج. سترايكينج ايمج يعني انت تشوفي الصوره تقدر توصل لك الفكره، تفهمي الفكره دغري من الصوره. كثير قصص ممكن الصوره انها توصلها. طبعا رودولف، انت صورت خلال الازمه وبالحرب بسوريا؟
لا انا ما بحب تصوير الحرب، انا دائما ببحث عن يعني بحب صور الجمال، بحب ابحث عن يعني ادي رساله في جماليه، لانه الحرب ما بتجر غير الدمار للاسف، مثل ما صار عنا الحرب بتجر حرب، بتجر تخلف، بتجر الدمار، فلذلك انا ما بعد عن هالدومين، بعدت عن هذا المجال. هذا نعم، المجال. نحن دائما بنتمنى نظهر كل شيء جميل حتى عبر صورنا. نحن بنتمنى لك كل التوفيق رودولف، وان شاء الله الله دائما يخليكي. من نجاح لنجاح. الله يخليكي، تسلمي لي، شكرا لك وشكرا للاخباريه. شكرا لك رودولف، وبنتمنى لك كل التوفيق، وبنتمنى دائما هيك لكل السوريين انه دائما هن يكونوا مبدعين ويأدوا الصورة الصحيحة عنهم وعن بلدهم. ان شاء شكرا الله. لك شكرا. يعني لهون بنكون وصلنا لختام محطتنا الصباحية لليوم أريج. بدنا نقول اول شيء لكل مشاهدينا كل عام وانتم بألف خير يا رب، وعيد اضحى مبارك ينعاد عليكم وعلى كل يلي بتحبوهم بالخير والسلام والسعادة والصحة. وبنقول لكم انه بكره رح نترافق نحن وياكم بحلقه صباحيه ان شاء الله باول ايام عيد الاضحى المبارك. اكيد كمان ميسان نعايد على رجال الله في الارض، ابطال الجيش العربي السوري، ان شاء الله دائما النصر بيكون حليفكم وكل عام وانتم بخير. ومع ختام صباحنا لليوم، خلوا الامل مفتاح يومكم. لكل حدا حابب يشاركنا بفكره او اي اقتراح او حتى معايده، فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. وبنهايه هالاسبوع بنتمنى لكم عطلة أسبوعية مليئة بالراحة والفرح والسعادة بهالعيد. باي 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 باي.